نعم إلى باب الطلاق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين آمين. قال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في صحيحه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطلاق، قال قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، قال أحصيناه حفظناه وعددناه، قال وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله. إسماعيل بن عبد الله هو إسماعيل بن أبي أويس ابن أخت مالك بن أنس. نعم. قال حدثني مالك، مالك النجم، إذا ذكر حديث مالك النجم. عن نافع، نافع مولى بن عمر ومن أثبت الناس في ابن عمر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمر وعبد الله أربعة من السبعة المسلمين عن النبي أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعضه وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. سبحان الله، أمر جلل. قال يا النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن العدتين وأحصوا العدة، أحصيناه يعني حفظناه وعددناه، وطلق السنة أن يطلقها طاهرة من غير جماع، طلق البدع أن يطلقها في طهر جامعها فيه أو أن تكون حائضا، يطلقها حائضا هذه طلاق بدعي، يطلقها في طهر جامعها فيه هذا طلاق بدعي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كما سيأتي قال مره فليراجعها، فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء وهذا الكتاب جمع فيه الإمام البخاري الأثار التي ثبت عن النبي المختار في الكلام على الطلاق وأنواع الطلاق وما يقع منه وما لا يقع منه، وفي قول يا أيها النبي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وخطاب لجميع الأمة. أنا قلنا أي خطاب للنبي وخطاب للأمة، وأي خطاب للأمة يدخل تحته النبي دخولا إيش أوليا لأنه سيد هذه الأمة. قال إذا طلقتم النساء وأنا إذا طلقتم فطلقهن، كيف إذا طلقتم فطلقهن؟ عبد الله كيف نفهم هذا؟ إذا طلقتم ما انتهى خلاص فطلقهن، ده مستقبله، كيف ذلك؟ هو ما في، قول ما في، يعني عشان وفي تأويل إذا ودوا على الطلاق كده. منين جبت التأويل هذا؟ إذا ماله إذا؟ ظرف زمان المستقبل؟ هو في حاجة بس هو في حاجة لازم، هو أكيد في حاجة، ما أنا أصلا هو أنا كده هو أنا مش حاجة هو ماشي عم. ماشي دي معناها إذا إيش؟ إذا أردتم، إذا أردتم، إذا أردتم أن تطلقوا فطلقهن لعدة، وهذا محكم، هذا محكم لقولي فطلقهن لإيش؟ لعدة، فطلقهن مستقبلا هو الآن، فطلقهن لعدتهن. وسدي قال هذه الآية نزلت في عبد الله بن عمر، وذلك أنه طلق امرأته حائضا فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالمراجعة. قال المقاتل نزلت في عبد الله بن عمر وعقبة بن عمرو المازني وطفيل بن الحارث بن المطلب وعمر بن سعيد بن العاص. وفي تفسير ابن عباس قال عبد الله وذلك أن عمر ونفرا معه من المهاجرين كانوا يطلقون بغير عدة ويراجعون بغير شهود. قول تعالى وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا غير جماع ويشهد شاهدين، هي الطلاق السني أن يطلق امرأته حالة طهارتها عن الحيض ولا تكون موطوءة في ذلك الطهر، أن يشهد شاهدين على الطلاق. مفهوم ذلك أنه إن طلقها في الحيض أو في طهر وطأها فيه ولم يشهد يكون طلاقا بدعيا. المعنى في هذا الباب أن الطلاق البدعي له صور ثلاثة، أول شيء أن يطلقها حالة كونها حائضا، هذا طلاق بدعي، أن يطلقها في طهر جامعها فيه. قال والطلاق البدعي أيضا أن يطلقها بغير شهود، وهذا فيه نظر، وهذا يكون عند من قال بوجوب الشهود، بوجوب الشهود. واختلف في طلاق السنة، فقال مالك طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يسميها ففيها فيه تطليقة واحدة ثم يتركها حتى تنقضي العدة برؤية أول الدم من الحيضة الثالثة، وهو قول ليس والأوزاعي. وقال أبو حنيفة هذا حسن من الطلاق، له قول آخر وهو ما إذا أراد أن يطلق ثلاثا طلق عند كل طهر طلقة واحدة من غير جماع. هذا قول الثوري وأشاب، وزعم المنغناني أن الطلاق على ذات أوجه عند أصحاب أبي حنيفة حسن وأحسن وبدعي،
فالأحسن يطلقها ويمدخل بها تطليقة واحدة في طهر لم يجمعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها. والحسن هو طلق السنة وأن يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاث أطهار، والبدع يطلق ثلاثا بكلمة واحدة. وهذا الكلام كله الحقيقة أن وجهة الطلاق البدعي هو أن يطلقها في حيض أو يطلقها في طهر جامعها فيه، هذا هو الطلاق البدعي، أن يطلقها في حيض أو يطلقها في طهر جامعها فيه. أما الحديث حديث ابن عمر ففيه أمور، الأمر الأول الرجوع إلى العلماء، الرجوع إلى الأعلم. عمر الخطاب لما علم أن ابن عمر رضي الله عنه يعني باع طلق امرأته وحالة كونها حائضا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر وقال له، فغضب النبي، والنبي لا يغضب إلا من معصية، غاضب النبي والنبي لا يغضب إلا من معصية ومخالفة الشرع. قال إنه طلقها في حيض. لما قال له ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، مره فليراجعها. غضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب لذلك، تمعر وجهه. وهذه دلالة على الطلاق في الحيض معصية، معصية، لذلك أمره بأن يصحح هذه المعصية بأن يردها، مره فليطلق فليراجعها. فالمسألة الأولى في هذا الباب هو الرجوع إلى الأعلم. المسألة الثانية هذا أمر حدث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله طلق وحاضر في رواية قاسم بن أصبغ. أولا الحديث أخرجه مسلم أيضا في الطلاق، وأخرجه أبو داود عن القعنبي عن مالك، وأخرجه أيضا في محمد المسلم عن ابن القاسم، وفي رواية قاسم بن أصبغ عن طريق يعني عبد الحميد بن جعفر عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي في دمها حائض. وعند الباقي من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر أنه طلق امرأته في حيداء، وأخرج الطحاوي هذا الحديث من ثماني طرق صحاح، منها عن نصر بن مرزوق وابن أبي داود كلاهما عن عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل بن ابن هشام عن ابن هشام عن سالم بن عبد الله ابن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر رضي الله عنه وتعالى وأرضاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتراجعها ليمسكها حتى تطهر ثم تحيث ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله جل في علاه. وقوله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن تقول أن الحكم مرفوع. والذي سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حديث فيه مسائل. المسألة الأولى وقوع طلاق الحيض، وقوع طلاق الحيض لأنه قال فليراجع، والمراجعة لا تكون إلا عن إيش؟ إلا عن طلاق. المراجعة لا تكون إلا عن طلاق. وقد قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فحسبها علي تطليقة، لما روى القصة وعمر ذهب للنسان قال فحسبها علي تطليقة. وصاحب القصة أفتى بأن الطلاق في الحيض يقع، جاء رجل يلطم يقول طلقت امرأتي الطلقة الثالثة، طلقت امرأتي في الطلقة الثالثة وكانت حائضا، يا ابن عمر، قال يا ابن عمر ما أفعل لك وقد ركبت الحموقة، ما أفعل لك وقد استحمقت وفعلت، فكأنه ركب الحموقة أنه طلقها في الحيض، والطلاق أيضا يقع، يأثم ويقع الطلاق، خسر كل شيء. هو تكلم عن نفسه أيضا لما سألوه هل وقع الطلاق؟ قال رأيت إن ركبت الحموقة وطلقت. فالطلاق في الحيض يقع على الراجح، والمخالفون يقولون لا يقع، ابن تيمية يتبنى ذلك وابن حزم يقولون لا يقع الطلاق. ليش لا يقع الطلاق؟ حديث من أولا؟ حديث أبي الزبير عن جابر أنه قال فلم يرها شيئا، فلم يرها شيئا، قالوا يعني لم يرى الطلاق شيئا، وهذا خطأ بين. هذا محتمل ولا محكم؟ محتمل ولا محكم؟ محتمل. لم يرها من السنة شيئا، بدعة، لم يرها من العدة شيئا، محتمل غير محتمل، لم يرها من الطلاق شيئا، صحيح. عندنا المحكم قال فحسبها علي تطليق، يبقى إذن وقع الطلاق ولا وقع. أما ابن حزم وابن تيمية وابن القيم يقولان لا يقع بتطبيق القاعدة مطلق، ما يقتضي الايه؟ الفساد. الطلاق في الحيض منهي عنه ولا غير منهي عنه؟ منهي عنه، لذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم، منهي عنه. قالوا إذا لا يقع، قلنا الجهة مفكر، يأثم بالهجوم على التوقيت ويقع الطلاق الذي أراده. وبهذا نقول قد جمعنا نحن بين كل أدلة، احنا أسعد الناس به بالأدلة، أسعد الناس بالأدلة في هذا الباب. ومن المسائل في هذا الباب أيضا أن صاحبه يقع في الإثم. ومنها أيضا هل الأمر بالشيء أمر به أم لا؟ الأمر بالأمر، مره هو أمر عمر أن يأمر ابن عمر
فهل الأمر الأمر يعني يكون أمرا أم لا؟ بعض الأصوليين يقولون الأمر بالأمر أمر، وإن كان أغلب الأصوليين يرون أن الأمر بالأمر ليس أمرا. لذلك اختلفوا هل الأمر بالرجعة على الوجوب أم الاستحباب. مالك يرى أنها على الوجوب. يقول ابن أبي ليلى والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وثور وهو قول القفيين يؤمر برجعتها ولا يجبر على ذلك، يعني ليس إيه؟ يعني ليس واجبا، يستحب. حملوا الأمر عليه على الاستحباب لا على الوجوب. ومالك حمله على الوجوب، ولكل وجهة والمسألة مخرجة على هذا التأصيل العام، هل الأمر بالأمر أمر به أم لا. ثم أتبع الأحكام أنه إذا راجعها يمسكها حتى تحيض فتطهر ثم تحيض ثم تطهر، يعني يتأكد من براءة رحم النعماء. قالوا إذا طلق في هذا التوقيت في طهر جماعة فيه قد تكون حاملا فيه فيندم، وإذا طلق أيضا في حيض أعضلها وعطل عليها إذا أراد تزود زود عليها إيش الحيض. مفهوم؟ نعم العدة. نعم. وفي دلالة على أن الرجعة لا تحتاج إلى شهود كما أن الطلاق لا يحتاج إلى شهود، وده طبعا يبين بطلان قول من قال الطلاق الشفوي وغير الطلاق الشفوي في هذا الباب. يقول لك هذا لا أخ طلاق لازم عند المأذون وعنده هذا، طبعا هذا معنى الهجوم على تشريع الله جل في علاه ويشرعون من عند أنفسهم في هذا الباب. وهذا ليس فقه، هذا ليس فقه، هذا تفكه وليس تفقه. وأما قول عمران طلقت على غير سنة وراجعت على غير سنة إنه إيش لم يشهد، الدلالة على الإشهاد في الرجعة ليست ليس واجبة هو إيه؟ قول فر مره فليراجع، ولو كانت واجبة لقال مره فليراجع والإيش وليشهد، لم يقل ذلك، دل على أنه لو قال رجعتك ترد في هذا الباب. وفيها أيضا أن الرجعة تصح بالقول، وهذا لا خلاف فيه، هذا إجماع محل إجماع. وأما بالفعل ففيه خلاف، فأبو حنيفة يقول لو قبلها، والثوري يقول لو دخل وقبلها ونيته في التقبيل رد ردت. أبو حنيفة يقول بذلك لو جمعها يبقى رده. أما الشافعي يقول وجبت النية ما تنفع، الفعل وحده لا ينفع، لابد يقول لها رددتك رجعتك. وده على أصل الشافعي سائر الظواهر، وأن ما في القلب أضمر لابد إيه أن يكون له في الواقع دليل ما يدل عليه، فإنه يقول لها رجعتك رديتك. لكن الحق أنه لو مسها بالمسيس ينتهي الرجعة رجعت. فقول الثوري وأبي حنيفة وقول أقرب إلى السنة. إيه؟ هذه بقى النزاع فيها كبير جدا. لو دخل كده سلم عليها وبس إيديها من غير أي نية ترجع على ما ترجع، هذا في خلاف شديد. لكنهم قالوا بقى إذا انتوى يقع الطلاق. واستدل به أبو حنيفة أن من طلق امرأته وهي حائض أثم وينبغي له أن يراجعها، فإن تركها حتى مضى العدة بانت بينه بطلاق. عايز الثاني تفضل. نعم يا شيخ، ما احنا بنطلق الدنيا مش بنطلق النساء، مش هنطلق النساء فاهم، ولا مقارنة أنك تطلق الدنيا دون أن تطلق النساء. النساء مع زينة الدنيا نعم، لكنهن ينفردن بهذا الحكم. تفضل. إذا طلقها في طهر لم يجمع فيه، هل هذا الطهر يفسخ من إذا كان؟ نعم. عندما يقول أن العدة الأقراء هي إيه؟ الأطار. قال البخاري رحمه الله عليه باب. شوف ما أحسن ما قالت روضة الزهر، الدنيا تأتي علينا بالهموم ثم تأتي الدروس تنسينا أننا في الدنيا وتسبح بنا في سماء الرحمة واللطف والخير والبركة، لا مادم علينا الخيرات. اللهم الله يحفظك ويحفظ قلمك على هذا الدعاء، نسأل الله أن يحفظ لنا مجالسنا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلها إخلاصا لوجه الله الكريم، ونسأل الله جل وعلا أن يهدينا ويهدي مجموعات الخير ومجموعات الموت ومجموعات الشر ومجموعات كل مجموعة من المجموعات جمعت بين الشامي والمغربي واليمني والتونسي وأقصى شمال الأفريقي، هذه تكون على مجموعات الخير والبر والإحسان. اللهم أمين رب العالمين. قال رحمه الله باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ليراجعها، قال قلت تحتسب، قال فما يعني إيش، أو مش هتحتسب يعني تكون إيش، لا بد تحتسب.
قال البخاري رحمه الله عن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما رحمة الله عليهم أجمعين أنه قال مره فليراجعها قال قلت تحتسب قال أرأيت إن عاجز واستحمق قال البخاري وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما رحمة الله عليهم أنه قال حسبت علي بتطليقة. شوف وقال تصريحا إيش ها ماذا قال تصريحا حسبت عليها تطليق أو تصريحا أن الطلاق قد وقع. باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك. طبعا في إذا طلقت المرأة حائض يعتبر ذلك الطلاق عليه أجمع أئمة الفتوى من التابعين وغيرهم. قال الظاهري والخوارج رافض لا يقع وحكى ابن علي يقع أيضا يقع ابن تيمية رجح أنه لا يقع وذلك صار عند ما جامع الفتوى الآن أعلم أهل الأرض في الطلاق ومن ليش وافق شن الطبقة وافقه فعنقه وقالوا أنا بس أي حد يقول حائض في دماء ما يسألش الطلق في حائض لا يقع ابن من تيمية أعلم أهل الأرض قال بذلك. طب يد الله فوق أيديهم هذا رجل حشوي نبتة الجاهل يقول بأن هناك يد لله جل وعلا هذا كافر اللهم دوه أنا مجسم ونبتة أنا عايشين مع بشرية والله حولهم إحنا اللي هنجيبولهم العور في عينيهم بإذن الله تعالى. فجاء حديث أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض والله كمان قال ليراجعها شوف عندما يقول ليراجعها دلالة عليه وقوع الطلاق والمراجعة لا تكون إلا من إيه من طلاق. حاول ابن تيمية أن يؤول ذلك وصراحة كان تأويله ضعيفا. قوله قلت تحتسب قال أنس بن سيرين يريد يعلم أتحتسب الطلق يعني من عدد الطلقات قال فما أي قال ابن عمر فما يكون إن لم تحتسب يعني تكون إيش ماذا تكون زجره كأنه يقول ألا تفهم طلقتها ألا تعلم طلقتها أنيس والله أنت أنيس تنسي أنا أحبك حب يعلم الله أنيس أنت رجل يعني تعرف لك نقاء ملموس لك نقاء ملموس يا أنيس أدبك ربي بأدبه وأحسن إليك وأنا أنفع بك الأمة الإسلامية نريد لمثلك أنت لمثلك أن ترفع راية تونس. أنا عندنا إخوة أفاضل نحبهم وصراحة كما قلنا التونس يعني فيهم ما فيهم لكن فيهم الخير الكبير يعني إذا صدقوا علوا لكن إذا مكروا يا ربي هذه مشكلة كبيرة شياطين الأرض كلها ما فيهم إذا مكروا لكن الله تعالى يعني يجعل في كل مكان الخلص منه وهؤلاء الخلص الأمة ترتكز عليه. رواه ابن وهب عن ابن أبي ذئب أن نافعا أخبره عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر عن ذلك فقال مروا فليراجعها ممسكها الحديث وهي واحدة في أخير قال وهي واحدة يعني إيش وهي واحدة يعني وقع الطلق يعني حسب الطلق يعني وقع الطلق. فهذا رد على ابن حزم في قوله أنه لا يحتسب من الطلاق وحمل قوله في الحديث هي واحدة أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون معناه وهذا كلام خطأ. قوله عن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر قال مروا فليرجع قلت تحتسب قال رأيت إن عجز واستحمق أي أسقط عجزه الطلقة وقعت الطلق وهذه معناها أنها تقع الطلق. وهذا قال إن عجز واستحمق وهذا جاءه الرجل والرجل كان جاء يلطم بأنه طلق الطلقة الإيش الطلقة الثالثة الطلقة الثالثة نعم. وما حديث سعيد بن جبير قال ابن عمر قال حسبت علي تطليقة وهذا يعتبر إيش يعتبر تصريح أو الآن تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم حسبها تطليقة. وأخرج هذا المعلق أبو نعيم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه مثل ما أخرجه البخاري مختصرا وزاد. وهذا كما قلنا أخرج هذا المعلق أبو نعيم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه مثل ما أخرجه البخاري مختصرا وزاد يعني حين طلق امرأته فسأل ابن عمر تعالى رضي الله عنه تعالى وأرضاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن حزم حسب تعالى تطليق لم يصرح فيه من المن الذي هو حسبه عليه. شوف هنا الحجة يعني يذهب ويجيء من أجل أن يثبت الأمر أنها الطلاق لا يقع. يقول حسب التطليق من الذي حسبه ابن عمر حسبه اجتهادا والحجة في مين في النبي. أنا أقول لك النبي قال يراجعها النبي قال يراجعها بعد ما يقول الإنسان يراجعها إذن إيه إذن مسألة ليس 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 الآن فيها احتمالية أن تقول حسبت تطليقة أن الذي حسب ابن عمر نفسه هو الذي قال حسبت علي من الذي حسب عمر ولا عمر وعمر كيف يحسبه ويذهب يسأل من
يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي الباب الذي بعده. إذن الطلاق في الحيض يقع وفيه زيادة. إيش الزيادة بقى أحمد؟ يقع الطلاق، يقع الطلاق، حسب التطليق، حسب التطليق. ويأثم على ذلك. لما يأثم؟ طب ومن عارضك وقال نطبق القاعدة منطقنا يقتضي الفساد، كيف نرد عليه؟ أن الجهة إيش؟ منفكة. الجهة منفكة، الجهة منفكة. الطلاق يقع، وقع الطلاق على ما عليه التشريع. طيب ويأثم لأنه في التوقيت ليس عليه التشريع. يبقى الطلاق وقع على التشريع والتوقيت ليس على التشريع، فالتوقيت أثم به والطلاق يعني لم يأثم به بل وقع، لأنه وقع على 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 وفق ضوابط الشرع. باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال سألت الزهرية أي أزواج النبي استعاذت منه؟ ابن دجون. قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ابنة الجون لما أدخلت الجون والله التشكيل صحيح؟ أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لقد عذت بعظيم الحق بأهلك. الله أكبر. قال الله عبد الله رحمه الله رواه حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري أن عروة أخبره أن عائشة رضي الله عنها قالت قال البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن غسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله تعالى عنه رضي الله عنه أنا قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط، قال حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما، فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اجلسوا هاهنا، قال ودخل وقد أتي بالجونية فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها دايتها حاضرة لها، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال هبي نفسك لي، قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوق؟ أعوذ بالله. قالت لا، خسرت خسرانا مبينا، خسرت خسرانا مبينا. قال فأهوى بيده صلى الله عليه وآله وسلم يضع يده عليها لتسكن، فقالت أعوذ بالله منك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم قد عذت بمعاد. قال ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد أكسها رازقي، أكسها رازقي رازقيتين رازقيتين وألحقها بأهلها. قال البخاري وقال الحسين بن الوليد النيسابوري عن عبد الرحمن عن عباس بن سهل عن أبيه وأبي أسيد أنهما قال رضي الله عنهم أجمعين تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها صلى الله عليه وآله وسلم فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين. قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابراهيم بن ابي الوزير قال ابن سعد عن ابيه بهذا رضي الله عنه اجمعين. قال البخاري حدثنا حجاج بن مدهان قال حدثنا همام بن يحيى عن قتاده رضي الله عنهما رضي الله عنه وهو حائض فقال تعرف ابن عمر ان ابن عمر طلق امراته وهي حائض، فاتى عمر النبي فذكر ذلك له فامره ان يراجعها، فاذا طهرت فاراد ان يطلقها فليطلقها. قال قلت فهل عد ذلك طلاقا؟ قال أرأيت إن عجز واستحمق. وهنا في هذا الباب في الحديث الأول بأنه لما قال لها الحق بأهلك، لأن أدخلت يعني ابنة الجون على النبي صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، قال لها عذتي بعظيم الحق بأهلك. والحق بأهلك هذه من طلاق الكنايات، الحق بأهلك من الكنايات. وكعب بن مالك لما أمر المسلم بهجرانه بعث إليه وأمره قال فارق أهلك، تنحى عن أهلك، اعتزل أهلك. قال أطلقها؟ قال لا أعرف. النبي قال اعتزل أهلك، فقال لا الحق بأهلك حتى يفصل الله. لو كان طلاقا لايش لو قع، فهنا دل ذلك على من الكنايات تحتاج إلى نية. لكن لما هنا قال لها نسلم الحق بأهلك كان يقصد بذلك النبي الطلاق، لأنه أعطاها قال ارزقها كذا وكذا، وأعطى هذا من نبل يعني خلق النبي صلى الله عليه وسلم. والإشكال يعني يقال بأن عائشة التي قالت لها إذا رأيتيه فقولي أعوذ بالله منك، إذا أردت أن يزداد حبا لك، وهذا لم يصح، هذا لم يصح. نعم. وقوله الحق بأهلك قال ابن المنذر اختلف في قوله الحق بأهلك وشبه من كنايات الطلاقات،
فقالت طائفة ينوي في ذلك إن أراد طلاقا وإن لم يرده لم يلزمه شيء. هذا قول الثوري. أبو حنيفة قال إذا نوى واحدة أو ثلاثة فهو ما نوى. وإن نوى اثنتين فيا واحدة. بركاتك يا أستاذ أحمد. بركاتك بركاتك الله يديك. طبعا الإنسان لما يحب إنسان لازم يعمل زيه يعني خلاص في كل شيء. دلوقتي احنا أصلا يعني قريب من ما نحن فيه الآن. وقال مالك إن أراد به الطلاق فهو ما نوى واحدة أو سنتين أو ثلاثة وإن لم يرد شيئا فليس بشيء. قال الحسن الشعبي إذا قال الحق بأهلك ولا سبيل أو لا سبيل عليك أو الطريق لك واسع فإنه طلقا فهي واحدة وإلا فليس بشيء. والصحيح الراجح في هذه المسألة هو أن الطلاق يقع على من توى. الحق بأهلك وان توى ثلاثا بانت منه بينونة كبرى. الحق بأهلك وان توى واحدة واحدة. الحق بأهلك ولم ينتوي شيئا فقط أن تبتعد عني ما أستطيع أن تقترب مني الآن لا شيء عليه في ذلك. وقال أبو عبد الله راوي الحجاج بن أبي منيع عن جدي عن زهري عن عروة أخبره أن عائشة قالت. أبو عبد الله هو البخاري طبعا في قولي رواية عن روى الحديث المذكور حجاج بن أبي منيع ولم يخرج له البخاري إلا معلقا وكذا لجده. وهذا التعليق راه يعقوب بن سفيان وليس في ذكر الجونية إنما في أنها كلابية أو كلابية أسف. وقال حدثنا حجاج بن أبي منيع عبيد الله بن أبي زياد بحلب حدثنا جد عن الزهري قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية بنت ضبيان ابن عمرو بن أبي بكر بن كلاب فدخل بها فطلقها. قال حجاج حدثنا جدي حدثنا محمد بن مسلم أن عروة أخبره طبعا هذا مرسل أن عروة أخبره أن عائشة رضي الله عنها قالت فدل الضحاك بن سفيان بن أبي بكر بن كلاب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له بيني وبينها الحجاب يا رسول الله هل لك في أخت أم شبيب؟ قالت أم شبيب امرأة الضحك. أوتي بالجونية بالجونية في الحديث الثاني فأنزلت في بيت من نخل. لما دخل عليه الإنسان قال لها هبي لي نفسك. قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوق؟ هذا يعني كلام هذا الذي خسرها الدنيا وإن شاء الله ما تكون خاصة الأخيرة بس. فوضع يده عليها جاء يضع يده عليها لتسكن يعني فحسب أنها خافت أنها تقوم بذلك فوضع يده عليها لتسكن. فقالت أعوذ بالله منك. ما هذا لله حكم وشؤون وإذا أراد الله شيئا هيأ له إيه أسبابه. ثم خرج عنه فقال أبو سيد أكسها رازقتين وألحقها بأهلها. وهنا ألحقها بأهلها أيضا وقعت على أنها طلاق لأن السلام انتوى ورزقها وأعطاها وهذا من نبل خلق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ننظر أخي الكريم أول ما تقول والتهب المرأة الملكة ونفسها للسوق والثاني بعد ذلك أنها يعني عندما يسكنها تقول عبد الله منك خسرت خسارة عظيمة. طبعا هذا الكلام الذي قالته إيش على اللغة الدارجة عندهم مما بقي فيها من الأخلاقيات الجاهلية وإلا فيها أسلمت يعني لكنها تكلمت بكلام أهل الجاهلية والسوق عندهم ليس بملك كائنا من كان فكأنها استبعدت أن يتزوج الملكة من ليس بملك. وكان صلى الله عليه وسلم قد خير أن يكون ملكا نبيا فاختار أن يكون عبدا نبيا تواضعا منه. لم يؤاخذها النبي صلى الله عليه وسلم بكلامها معذرة لها لقرب العهد بالجاهلية وهذه فيها العذر أن يمكن أن يتكلم بكلام هو اعتاد عليه وقد لا يقصده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عذرها فيما قالت على أنها تقصد فأخذ بيده يضع عليها حتى إيه تسخن وتسكن وتهدأ وتميل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنها ازدادت وقالت أعوذ بالله منك. وقد قالوا القصة واحدة وقالوا القصة قصتين كما قلنا من بنت بني كلاب أو الجونية. المهم في الحالتين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها الحقي بأهلك وهذا هو المقصود فقهيا بأنه قال لها الحقي بأهلك. وفيها أيضا أهوى بيده إليها أي أمالها إليها أهوى إليها ليقبلها. وكان إذا اختل النساء يعني كان يعني يقترب ويقبل. في رواية ابن سعد دخل عليها داخل من النساء وكانت من أجمل النساء فقالت إنك من الملوك أو قال إنك من الملوك فإن كنت تريدين أن تحظي عند رسول الله فإذا جائك فاستعيذي منه لأنك جميلة جدا وغيرة شديدة. لكن هذا صح ما وقع عنده عن هشام بن محمد بن عبد الرحمن بن غسيل بإسناد حديث باب من عائشة وحفصة دخلت عليها أول ما قدمت فمشطاها وخضبتاها وقالت لها إحداهما إن النبي يعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول له أعوذ بالله منك. والله هذا
هذا حقا لا يكون، لا يكون من أمهات المؤمنين، لا يكون، هذا لم يصح، لا يكون. ويتداولونه كثيرا ويقولون أنها قالته الحقيقة، هذا لا يكون، لا يمكن أن يكون من عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولا حتى من حفصة رضي الله عنها وأرضاها. لكن انظر إلى التقوى والورع، هكذا. شوف مريم إيش قالت، إني أعوذ برحمن منك إن كنت تقيا. فهي لما قالت أعوذ بالله منك، قال عوذ بمعاذ، الحقي بالك، الحقي الحقي بالك، والحق بالك قصد بها الطلاق. شوف أمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقين. الشيخ ما استعاذ بالله منك تعوذ مباشرة؟ نعم وجب، وجب أن تفعل ذلك. ما لكم لا ترجون لله وقارا. ولذلك أمامة بن شرحيل في هذا الحديث هي أمامة بنت النعمان، ونسأل أمر أن يجهزها هذا إحسانا له، أعطاها حقها مع أنه ما استحل من فرجها من شيء، لكن هذا من باب إيش؟ جبر الخواطر. كسرت هي، كسرت لما عانت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ردها في ذلك. متعة هذا من الإحسان، من باب الإحسان لا متعة. أما حديث عمر ابن عمر فهو كما قال، قال له مره فليراجعها، أرأيت إن عجز واستحمق ووقع الطلاق. الفوائد المستنبطة: وجوب الرجوع إلى الأعلم، صاحب القصة أولى بالحكم من غيره، ابن عمر هو الذي قال فحسب عليه تطليقه. تؤولون إيش بقى؟ إيه التأويل اللي عندكم يفيدكم في ذلك؟ من دواعي الإيمان لو استعاذ منك أحد من عباد الرحمن أن تعيذه منك. الكنايات في الطلاق تحتاج إلى النيات. يستحب للإنسان أن يقدم إلى ما يريد، دخل وضع يده عليها ليسكنها، وفي رواية أراد أن يقبلها. فإذا أردت شيئا فقدم له حتى تستطيع أن تصل إليه رويدا رويدا. إلى الفتاوى دقيقة إن شاء الله وندخل الفتاوى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.